مؤكدة مبنية على صلاة العشاء عند الصاحبين، لكنها صلاة مستقلة وهي واجب عند الإمام. تؤمر بها سيدي معنا. يترتب على هذا الخلاف أن لو بطلت صلاة العشاء، يعني نفرض أن الإمام في صلاة العشاء أحدث وبعد صلاة العشاء وانت صليت الوتر وقف الإمام وقال يا جماعة أنا أحدثت في الصلاة، فصلاة العشاء باطلة بالإجماع. طب الوتر البناء على قول الصاحبين الوتر الآخر باطل لأنه مبني على صلاة العشاء، بناء على قول الإمام الوتر صلاة مستقلة تبطل العشاء لكن لا يبطل الوتر. فهمتم يا ابني؟ ماشي يا سيدي. نعم. ولو صلاة العيدين في إحدى الروايتين، صلاة العيدين في إحدى الروايتين، يعني إيه في إحدى الروايتين؟ الرواية الصحيحة في المذهب الحنفي أن صلاة العيدين واجب. صلاة العيدين إيه؟ واجب. يعني يأثم تارك صلاة العيدين. نعم. وصلاة الكسوف على الصحيح، الصحيح في المذهب أن صلاة الكسوف سنة. نعم. نعم. وقيل واجبة. وصلاة الكسوف والاستسقاء على قول، يعني على قول أنها صلاة. يعني شكرا فيه لسه في فيشن فالأعقش مشهور. وصلاة الخسوف والاستسقاء على قول، أي على قول أنها إيه؟ صلاة. وإلا فصلاة الخسوف والاستسقاء عند أبي حنيفة هي استغفار ودعاء فقط. نعم. وأما المستحب فأربع قبل العصر وأربع قبل العشاء وركعتان بعد ركعتي الظهر وركعتان. يبقى هناك أربع ركعات بعد الظهر. الثنتان الأولى سنة مؤكدة والأخريان سنة غير مؤكدة، لأنه قال لك في الأول هو قال لك أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، دي السنة المؤكدة، ورجع وركعتان بعد الظهر دي غير مؤكدة. نعم. وركعتان بعد ركعتي العشاء وست بعد ركعتي المغرب وسنة الوضوء وتحية المسجد وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول. يعني عندنا في المذهب لما تدخل المسجد هناك ركعتان لتحية المسجد، قال ينوب عنها كل صلاة عند الدخول. يعني يفرض أنك دخلت المسجد الآن وأنت لم تصل الظهر فصليت الظهر، يبقى تنوب هذه الصلاة عن ركعتي تحية المسجد. والفقيه الحنفي يقول تدرج سنة التحية في الصلاة، يعني أنت تدخل ركعتين تحية المسجد في صلاة الظهر. ماشي؟ في النية يعني. نعم. وقيل وبعد القعود، يعني يجوز عندنا أن تقعد ثم أن تقوم لتصلي تحية المسجد. نعم. وركعة الإحرام كذلك ينوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. يعني أيضا تدخل ركعتي الإحرام في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. ماشي؟ نعم. وصلاة الضحى وأقلها أربع وأكثرها 12 ركعة. طيب من صلى صلاة الضحى 14؟ قال لك أكثرها 12 ركعة. طب اللي صلى الضحى 14 او 16 او 18 او 20؟ نعم سيدي. نقول صارت من النفل المطلق. لان اكثر الضحى 12 ركعه. بعد 12 يبقى نفل مطلق ليس من الضحى. نعم. وصلاة الحاجة، صلاة الاستخارة كما في شرح منية المصلي. وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب وليلة البراءة مذكورة فيه لابن أمير حاج الحلبي.
ضابط فيما إذا عين وأخطأ. الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر. القاعدة: الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر. أنت دخلت الصلاة، صلاة الظهر، وقلت أو نويت بأن صلاة الظهر 3 ركعات، قال لي هذا إيه؟ خطأ. قال لي خطأ فين؟ في التعيين. قال لي لا يضر. ليه لا يضر؟ لا يضر لسببين. السبب الأول أنها متعينة من الشارع، والسبب الثاني أنه لا يطلب منك التعيين، فخطأك هنا لا يضر. واضح؟ نعم. قال: كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات، فلو عين عدد ركعات الظهر 3 أو 5 صح، لأن التعيين ليس بشرط، فالخطأ فيه لا يضر. قال في البناية: ونية عدد الركعات والسجدات ليس بشرط، ولو نوى الظهر 3 أو 5 صحت وتلغو نية التعيين، وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره. وكما إذا عين الإمام، نعم، هو المأموم عين الإمام، من يصلي، من اسم موصول بمعنى الذي، يعني عين الإمام الذي يصلي به. واضح؟ فبان غيره، يعني أنا عينتك أنت الإمام الآن للصلابية، وبعدين وأنا تبين أنه هو الشيخ اللي جنبك، هل هذا يضر أو لا يضر؟ قول اللي يفرض أنه يضر، لكن أنا الصورة فهمتها أن الإمام عين أن المقتدي به الشيخ محمد، فبين أن المقتدي غير محمد، هذا لا يضر. لا، أنا فهمت هذا مثلك وأنا صغير. يا مولانا الموجود في الأزهر، تعال. سلام سلام. قول يا شباب. وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره، ومنهما إذا عين الأداء فبان أن الوقت خرج، أو القضاء فبان أنه باق. وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه فأخطأ فيه لا يضر. قال في البزازية: لو سألهم القاضي عن لون الدابة فذكروا لونا ثم شهدوا عند الدعوة. يعني اثنان من الشهود شهدا على أن الشيخ عبد الرؤوف باع لي سيارة، ما في خلاف من الشهود، إنما الشاهد الأول قال باع سيارة لونها أبيض، والثاني قال باع سيارة لونها أحمر، هذا لا يضر. ليه؟ قالوا للاتفاق على أنه باع سيارة. نعم. لو سألهم القاضي عن لون الدابة فذكروا لونا ثم شهدوا عند الدعوة وذكروا لونا آخر تقبلوا، لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر. دلوقتي لون، قال لون إيه الشيخ لما جه؟ قال لون الدابة فذكروا لونا ثم شهدوا عند الدعوة وذكروا لونا آخر. لنفرض أنهم ذكروا لونا أبيض ثم ذكر آخر لونا أحمر، دول ضدين ولا نقيدين؟ دول ضدين. لأن الضدان ما لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقيضان ما لا يجتمعان. فالشيخ هنا عبر بالتناقض لا بالتضاد. ليه؟ مش بعدين اللي ورا كده كأننا عشان الشيخ ما يشوفهمش وما يهزاهمش وما يسألهمش، يعني لك اشرح لكم الظاهر ما تقعد يا مولانا. يا مولانا اشرح لكم تمام. تناقض نوعان، تناقض مساوي للتقييم. قد يثبت الثالث، قد يثبت الثالث، هذا منطقي، لكن اما ان الشيخ لعله احنا بنتناقض في الفهم، لكن لعله أطلق التناقض وقصد التضاد، على اعتبار أنه فيه ضدين بيساوي النقيض،
أو نقول باعتبار الحصر في هذه الدابة لا ثالث لها، لا ثالث لها في اللون، يعني هي دابة إما أحمر وإما أبيض، ما فيش دابة تانية مبيعة بعالي الشيخ عبد الرؤوف لها لون ثالث ترتفع إليه. فهو تلاقته في خصوص هذه الصورة، في هذه الصورة هذه الدابة المبيعة ليس لها لون ثالث ترتفع إليه، من ثم الشيخ أطلق الطلاق. واضح؟ وإلا لا يخفى على الشيخ ابن مجيب وهو من كبار الحنفية الفرق بين التضاد وبين الطلاق. نعم. قال: وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر. خد بالك المسألة دي دقيقة، يعني افرض أني دخلت صلاة الظهر أو دخلت صلاة العصر، ففي صلاة العصر أنا نويت صلاة الظهر، يضر ولا لا يضر؟ خد بالك الشيخ يقول هنا ايه؟ يضر. الشيخ يقول هنا ايه؟ يضر، لكنه يضر في النية لا في اللفظ. يضر فيه؟ يعني افرض ان لسانه سبق وقال نويت صلاة الظهر وهو يصلي العصر، قال لا يضر. إنما الشيخ يقصد هنا يضر في نية التعيين في الداه، هو جازم أنه يصلي الظهر مع أنه يصلي العصر، فاز الذي واضح الكلام؟ نعم. قال: ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمد، والأفضل أن لا يعين الإمام. هو الشيخ يرى أن هذا يضر، يعني أنا نويت الصلاة خلف الشيخ عبد الرؤوف وبعدين بان لي أن الشيخ ربيع هو الذي يصلي، الشيخ يقول هذا يضر. يضر يعني لا يصح الاقتداء، لا يصح الاقتداء. الصلاة بطلة ولا غير بطلة؟ باطلة. باطلة. نعم. لكننا في الحقيقة في النفس شيء من هذا الخلاف. نعم. وذكر: والأفضل ألا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر كونه، مش كده؟ نعم يا سيدي. نعم. قال: والأفضل أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر كونه، كي لا يظهر كونه غير المعين. يعني عند كثرة الجماعة أنت ربما تعين فلانا فيصلي بك غيره، فالأفضل ألا تعين. نعم. فلا يجوز. فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائنا من كان، ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤه. ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه، لأن العبرة لما نوى لا لما رأى. وهو نوى الاقتداء بالإمام. وفي التترخانية: لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره، والغلط في تعيين الوقت لا يضر. الغلط في، إنما الذي يضر الغلط في تعيين العبادة، أنه ينوي العصر ويصلي الظهر أو ينوي الظهر ويصلي العصر، أما الغلط في تعيين الوقت لا يضر. نعم. انتهى. ومثله في الصوم: لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره لا يجوز. ولو نوى دلوقتي هو عليه ما صامش يوم الأربعاء، خلاص؟ فلما جه يقضي قال نويت قضاء يوم الخميس، طب أنت يوم الخميس صايم. فالشيخ يقول هذا يضر. هذا إيه؟ هذا يضر. لكنه لو نوى قضاء ما عليه يبقى أفضل. نعم. طب سيدي، ذكرت في المجلس الماضي ان تعدد الاجناس تبين بتعدد السبب، وذكرتم ان الصوم كله سببه واحد. نعم. طيب، لا
لو نوى صوم يوم الخميس وهو الذي فاته الأربعاء، أليس قد اتحد في السبب؟ فلما ضره؟ هو دلوقتي الاتحاد في السبب هذا صحيح، لكن هنا الاختلاف في الجنس، يعني باعتبار أن الصوم كله جنس واحد هذا صحيح، لكن أفراد هذا الجنس، أنت نويت جنس فرد من جنس الصوم عينته فتعين عليك، أنت عينت يوم الخميس مع أنك يوم الخميس أنت صائم، فأنت لم تعين فردا مطلقا، أنت عينت فرد معين هو يوم الخميس وأنت صائم الخميس، فصادف غير محله. قال: ولو نوى قضاء ما عليهم من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز، لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية، وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أيضا، ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت، فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام، كذا في فتح القدير. وفي عمدة الفتاوي لو قال: اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح، فإذا قال اقتديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب، التمسهب هو التمسك بأصول المذهب لا بكل جزئية في المذهب، يعني في جزئيات أولا وقتها انتهى، وده اللي جعل بعض الناس المعاصرين ينفرون من المذاهب من كثرة هذه التقييدات في أمور العبادات أو في غيرها، فأنت أنا دائما هكذا أمسك وأعض بالنواجذ على القاعدة، إن فهم الجزء أو الجزئي دون فهم الكل أو الكلي المستند إليه الجزء أو الجزئي لا طائل منه، مفهوم؟ إن فهم الجزء أو الجزء دون فهم الكل أو الكل لا طائل منه، بمعنى إيه؟ بمعنى أننا لابد أن نربط الفروع بالقاعدة الكلية، وتكون القاعدة الكلية هي السقف الذي نتدرب في التخريج تحته ولا نخرج عن هذه الأصول الكلية. ولذلك بعض الناس يعيبون على قول الإمام الكرخي إن هي كل آية وكل حديث يخالف المذهب فهو باطل أو مردود. السطحيون ينظرون إلى هذا بأن هذا تعصب، وكيف يقول عن القرآن والسنة هكذا؟ طبعا هؤلاء لا يفهمون مقصد الإمام الكرخي من هذا، أن المذهب الحنفي مثلا قام على أصول قطعية، قام على قواعد كلية، فإذا ما وجدنا جزئية من الجزئيات جاءت في حديث أو جاءت في ظاهر آية تعارض هذه الأصول الكلية أو تعارض القاعدة الكلية فإننا لا نلتفت إليها، لا نلتفت إليها لا من حيث كونها حديثا، فالحديث على العين والرأس، لكن لا نلتفت إليها لأنها خالفت القطعية أو خالفت الأصول الكلية. دي دقيقة جدا دي، عشان كل من يخطب ضد المذهبية يمسك بها، وكأن الرجل يعني ارتكب جرما لا يغفر، مع أن كلامه يتفق تماما مع الأصول غاية الاتفاق. واضح يا مولانا؟ قول يا شباب. قال: فإذا قال اقتديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب صح، لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه بخلاف عكسه. والأحسن أن لا ينمو شيخ، لا ينمو الاقتداء بشاب ولا بشيخ أو يصلي خلف الإمام أخر. نعم.
والإشارة هنا لا تكفي، لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام، إنما هي إلى شاب أو شيخ، فتأمل. وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى أو عكسه لم يصح. وذكرك على الفرق الأول، هو أنه الصلاة على الميت. نعم. بقطع النظر عن كونه ذكرا أو أنثى. نعم. ولم أرى حكم ما إذا عين عدد الموتى 10 فبان أنهم أكثر أو أقل، وينبغي ألا يضر. يعني هو نوى الصلاة على 10 طلعوا 9 لا يضر. نوى الصلاة على 9 طلعوا 10 لا يضر. نعم. وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان أنهم أكثر، فإن منهم من لا ينوى الصلاة عليه وهو الزائد. ده على كلام الشيخ، لكن في المذهب نوى الزيادة نوى النقصان لا يضر. نعم. مسألة، ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة. دلوقتي في مسألة عند الحنفية شهيرة، بعض الناس أيضا يرددها بإطلاق دون تقييد، وهذا خطأ. دلوقتي أنت أدركت الإمام في القعود في صلاة الجمعة، دخلت معه في التشاور وهو قاعد. أنا أتكلم عن مذهب الحنفية، مش علاقة بالمذهب الأخرى. فعند الإمام محمد بن الحسن تصلي معه، تنوي معه الجمعة، ثم تقوم وتقضي ظهرا، وهذه التي يلغز فيها، لكن ينبغي أن يلغز فيها على قول محمد، نوى وما صلى وصلى وما نوى، نوى صلاة الجمعة وصلى الظهر، وصلى الظهر وما نوى. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، من دخل مع الإمام في القعود في صلاة الجمعة يصلي جمعة، يقوم ويصلي ركعتين وتحسب له الجمعة. واضح الكلام؟ فهنا اللغز اللي يقوله ده أو الكلام اللغز ده على قول الإمام محمد فقط. نعم. وهذا ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة، فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو ونواها جمعة ويصليها ظهرا عنده. أنا عندي نواها مش واحد، نواها جمعة ويصليها. نواها جمعة ويصليها ظهرا عنده، والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناء. وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة، وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم، قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة. ما ينوي عبادة ما ليس بعبادة؟ وسيلة إلى العبادة. ولذلك قلنا في قاعدة لا ثواب إلا بالنية، قلنا من توضأ بلا نية وضوءه صحيح لكن لا ثواب له، لا ثواب له، بخلاف التيمم فيشترط له النية، لأن لفظ التيمم ينبئ عن القصد والقصد النية. واضح؟ خلافا لزفر، وزفر أيضا يقيس التيمم على الوضوء، فكما لا تشترط النية في الوضوء عند زفر لا تشترط كذلك في التيمم. ولو اعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونيته بناء على عود الضمير إلى الوضوء، وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة، لكن القدوري لما قال ينوي الطهارة، والقدوري قال ينوي الطهارة على سبيل الفرضية، اللي قرأ القدوري فيه ينوي الطهارة، ينوي على سبيل الاستحباب، ينوي على سبيل السنية، فالحضور لم ينوي الطهارة على سبيل الفرضية حتى يعترض عليه، مش كده يا مولانا؟ والمذهب أنه ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث، وعند البعض نية الطهارة تكفي. وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر،
قالوا ولو تيمم لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة لأنها واحد عمل معايا معركة من أسبوع أنا مش عارف والله تعبت هو رجل وهابي وابن تيمية لا يشترط الطهارة في صلاة في سجدة التلاوة طيب نفرض يعني إيه المشكلة يعني خلاف فقه يعني المشكلة والمصيبة أنه يريد أن يلزمني أن هذا هو الصحيح. بس إن شاء الله عندك أنت ما اطهرتش، شو علاقة أنا بالموضوع؟ إنما هو يريد أن يلزمنا أن ما يقول الشيخ ابن تيمية في الفروع وفي الأصول هو الصواب. توصلنا إلى هذا في النهاية. ليه؟ ويقول بأن الشيخ درس المذاهب واطلع على الأدلة التي لم تصل إلى المذاهب فهو عندما يختار قولا من الأقوال فهو اختار قولا بدليله فقلت له إيه؟ قلت له إذا يلزم على هذا أن الخلاف الفقه ارتفع بعد ابن تيمية فسكت طبعا قال لي آه قلت له طب ما رأيك إذا خالف الألباني ابن تيمية؟ مش خلافنا بعد ابن تيمية رجل اطلع على المذاهب كلام الله أشبه بالجنون. كان الإمام زفر في الحنفية يقول لا أناظر أحدا حتى يجن. قالوا كيف يجن؟ قال أضيق عليه حتى أجعله يقول بما لم يقل به أحد. فقلت له إذا يقتضي هذا يلزمك أنه ارتفع الخلاف الفقهي بعد ابن تيمية. فسكت وقال لي آه. قلت له طب ما الحكم إذا خالف الألباني ابن تيمية؟ قال لي ننظر في الدليل. قلت له إذا الخلاف قائم؟ مش كده ولا لا؟ إذا الخلاف إيه؟ خلاف قائم. فالخلاف الفقهي ضرورة بشرية. بعيدا عن التعصب. الذي نرمى به وضرورة عقلية وضرورة شرعية وضرورة لغوية يعني الخلاف الفقهي تأتيه الضرورات الأربع ضرورة لغوية لأن لغة العرب حمالة فيها الحقيقة وفيها المجاز لغة العرب فيها الاشتراك فيها المطلق والمقيد فيها العام والخاص فيها المجمل والمبين لكل دلالات لغوية وأنا قلت لكم مرة أن العمود الفقري في أصول الفقه الدلالات الخلاف الفقهي ضرورة عقلية لأن عقول المجتهدين تختلف ليست عقول المجتهدين في مرتبة واحدة الخلاف الفقهي ضرورة كونية الكون قائم على هذا الخلاف الفقهي ضرورة شرعية لأن النص الشرعي مرن حمال أوجه مش كده؟ فأنت تستنبط من النص الشرعي ممكن عدة أحكام يختلف بعضها عن بعض فمن يريد من هؤلاء أن يقضي على المذاهب الفقهية وأن يقضي على الخلاف وأن يلزم الناس برأي واحد عليه أولا أن يقضي على الاختلاف في اللغة كده وعليه اولا ان يقضي على الاختلاف في الشرع وعليه اولا ان يوحد عقول المجتهدين مش كده يا مولانا وهذا كله ضرب من المحال بس من المحال العادي ولا من المحال العقلي محال العادي مش كده يا مولانا بدون ناس يعني قول يا مش عارف اقول اكثر قال ولو تيمم لدخول المسجد او الاذان او الاقامه لا يؤدي به الصلاه لانها ليست بعباده مقصوده المسجد دخول المسجد الاذان الاقامه دي وسائل وليست بعبادات مقصوده فهو نوى التيمم لهذه الوسائل لا يؤدي به المقاصد ما تنوي
به للوسائل لا تؤدي به المقاصد. ماشي يا مولا؟ نعم. ما هي أتباع لغيرها؟ القيام من قراءة القرآن رواية، فعند العامة لا يجوز كما في الخانية، وهو محمول على ما إذا كان محدثا، أما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع، وقد أوضحناه في شرح الكلام. ليه بقى الخلاف هنا ليه؟ لأن التيمم كما قلنا هيئة واحدة للحدث الأكبر وللحدث الأصغر. تيمم هيئة واحدة للحدث الأصغر وللحدث الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.